أصبر، أنا بالعكس يقولون لي هني إن أنت كلش يعني. إذا في فوز بالغلط خلي يصير. ما أصحاب الرأي الفني النادي. حاج الكاميرا. كاميرا هناك هاي شنو هاي المسألة الحين؟ وين قلويد؟ وين قلويد صح؟ وين قلويد؟ عاد تشوف إجابات أشكال والوان؟ لا شغلش عدل صح؟ أوافق فيها الرأي 100% يعني دش أشواط ناس في مستوى ما يأدي سبوع ودات راحدين دا سبوع على سبوع يركض يأدي سباق أحسن إن شاء الله اليوم الثلاثة غامضة نوعا ما. ما تتعب مثلا انت فوق تحت. الوينش. خلنا على الوينش احسن. دوركن على صدارة هذا الانسيابي لكن لايت انجل. فادي، I'm interested in ملزومة. والله أنا هدى مضايق. الحزن، الضيق، خيبة الأمل أو الخذلان، شعور كلنا نختبره في السباقات. صعب صعب. إيه صعب تخفي كل مشاعرك وتحاول. طالع قدام ما طالع ورا. والقسوة صح مؤلمة لكنها بتخلينا أكثر نضج في يوم من الأيام. No, it's not easy. It's very difficult. بعضكم يفهمني وبعضكم للأسف لا، والعكس صحيح في كل الأحوال. منو تكلمت؟ مو مهم، بس المهم إن نسمع من صاحب الشان قبل لا نصدر أي حكم أو قرار. وخلونا الحين من هالكلام، اليوم شوي غير عن كل الأيام. تهجى بنوصل حق مرحلة اني فيها سباق يعني ولا يوم ملل، كل الاشواط حلوه. بس حتى في مثل هالايام انت متصدر الاخبار المحليه. عظيم في الصداره دي الخبر. والشغف لو انطفى يرجع يتجدد في كل سباق. منو تكلمت؟ كل الناس تكلموا في الموضوع. ما يلغي كون القصد. أرشح قلايل. وهي أصلاً مرشحة أولى، و12 اللي معاها مشاركين، والشوط ميدن، ويعني الله أعلم إيش بيصير. وأنا ما أدري أنتوا بتقولون من بين كل هالخيل، بس أنا أبي أسأل سيد هادي مالك ملزومة، تعرفونها أكيد. إن شاء الله. لا أنت كلام قبل ما كان إن شاء الله. بعد ريس يعني الريس شنو يقولون؟ إن شاء الله عندنا فرصة. الشوط مفتوح. الشوط ما أحس مفتوح. مين يعني؟ ما في أحد يشكل خطورة على القلايد. يعني أنا قلت لك كنت ممكن إني أنا يعني أرشح ملزومة بما إنه أنا شفت تمرينها، ما أعرف إذا كنت زينة أو لا، بس يعني
بس لما شفت جلويد في الشوط قلت لك لا، وحتى فادي قال اليوم يعني هو كلش ما بيفوز. ما عليك. فحتى فادي فقد الامل. لحظة انت قلت جلويد، انا ما استبعد جلويد تفوز، بس اليوم المسافة اول مرة تروحها. جلايد عندها بس مشاركتين يعني قليلة خبرة. الشغلة الثالثة في خيل اكبر منها في العمر وافضل منها في هالمسافة. انزين انا بسبب الثقة في ملزومة في ذي الشوط. ملزومة اخير. اخر ريس سباق ادت واجد زين يعني. جت رابع بس ما علي رابع. وأنا ما أنكر الصراحة أن ملزومة شكلها جاهز للريس، ولأني أثق في رأي سيد كنت أعرف أنه قاعد يشوف أنها بتقدر تقدم مع هالخيل. لكن إذا ما أدت في ذي السباق نوديها الكورنيش الفرّة بربيتين. صح. لا إذا اليوم ما أدت الكورنيش الفرّة بربيتين. أوكي سمعتها؟ روف اند ريسينج انطلق اول اشواط الامسي على كاس تكساس. انطلاقه بطيئه لبيرفكت إلوشن من البدايه مع الفارس الروسي جيسون، بينما انطلاقه سريعه من الجواد مرجاني هو الذي يقود الشوط من البدايه يلحق به ثانيا. هنالك رويال بلو مع الفارس حسن الموالي المرشح الاولى في هذا الشوط، غلايد في المركز الثالث، بينما تغيرت الصداره الان لمصلحه الصعود مع الفارس ابراهيم نادر المركز الثاني. هنالك وصيه مع أنس السيابي، لا تزال الصدارة والمركز الأول مع صعوب من جانب الزياج الداخلي. المركز الثاني هنالك مرجاني مع الفارس محمد الصفار، بينما انطلقت وصية مع أنس السيابي، وهنالك أيضا رويال بلو مع حسن الموالي، وتبيان أيضا مع علي سمير. لا تزال الصدارة والمركز الأول تقطف الصدارة بهذه اللحظات من قبل رويال بلو مع حسن الموالي، مرجاني مع محمد الصفار من جانب الجهة اليمنى من المضمار، وهنالك أيضا محاولات من قبل الجواد هايل مع عبد الله فيصل، لكن مرجاني مع محمد الصفار، هناك دخول من قبل هايل، لكن مرجاني بقيادة موفقة من الفارس محمد الصفار من يقتل صدارة الشوط الأول. أتوقع مرجاني مفاجأة في الشوط. محمد الصفار هو المفاجأة مو الحصان صراحة. ونيت بسأل جيمس وين جلويد؟ وين جلويد صح؟ وين جلويد؟ مرجاني is better than جلويد now. How do you know this? How would you know which is better? Who knows this? Nobody knows. The winner? Nobody knows who is better. I'm Before very happy because you see the rating they gave Galaric. وجيمس صاير من يخسر يتكلم عن التصنيف. احنا قلنا ان موضوع مهم وبنتكلم فيه جريب، بس الحين الشوط مو شوط تصنيف عشان نقول فيه ان سبب خسارة جلايد هو تصنيفها الخاطئ او الوزن الثقيل. ليش ما نقول ان اختيار هالشوط لها كان خطأ، ويمكن كان المفروض تدخل في شوط عمر 3 سنوات اللي كان الاسبوع اللي طاف مع بالب فيكشن وسراب. ما علينا، انتو شفتوا هاي هالسباق؟ خسرنا مع خسارة مقابلة. لا مو صدق خسرت، بس هايل اوكي. لا جرب صح؟ احنا بدأت توقعنا يعني في تطور. اي توقعنا بعيد بروح. بس جرب احسن. شو معنى اخترت هاي المسافة حق هاي اليوم؟ نبي نجربه جرب في الشغل، جرب احسن بعيد تسوي. وصدق طلع احسن؟ اي طلع احسن. جرب راح احسن. هاي الحصان قليل خبرة، شارك كذا مشاركات قليلة، اليوم ثبت نفسه. ضيع بعيد ودع كل شيء صار بعيد. خلاص الحين ثبت على الجري. خلاص. أوكي. حعرفنا. المهم تعرفون إني برجع حق ملزومة الحين وبشوف إيش صار. مظلومة ملزومة. What tell me Paddy? I'm interested in ملزومة. You're always interested. Especially ملزومة. أنت ما قلت أول خمسة. ما قالوا. قلت أول خمسة مبروك. شنو يقول فادي؟ عاد لحظة صدق منها أمل ولا لا؟ على كلام اللي أنا شفته بعد في الشو. صوب هني صوب ال 400 متر شوي بردويل دخل عليه طلعها شو من برا، بعد جاء الظهر على سمير صوبه بعد نفس العملية. ما كان لها شانس تغلب. أنا ما بيقول إن كان لها فرصة تفوز، بس كان ممكن يكون الأداء أفضل لو بادي شوي بذل مجهود. ما ضغطها في الأمتار الأخيرة بصورة يعني كبيرة،
ويمكن لأنه أصلاً ما كان في بالي يفوز، لأنه قال لي هالكلام قبل الشوط. يعني صعب إن نقدر نقول أرياف يفوز. ليش؟ لأن في خيل جديدة في الشوط مثل أريبا أريبا وبرني وكاليبو. كاليبو انزين سحبتو؟ ليش؟ من الدكتور فلني. يعني اليوم هو أعلى تصنيف في الشوط هو بس أول بعد مركب. يعني أول مرة أول مركب له هنا في الحين، لكن إن شاء الله متفائلين في خير. الحصان راح قلب زين وتمرينا من أحسن ما يمكن، لكن ريته ما شاء الله 88 وعنده انتصارين، فإذا كان حصان جاهز ويجيد المسافات هذه القصيرة والأهم إنه يجيد المسافة. المسافة جيدها إن شاء الله. ولكن أنا دائما أرشح الفرس أرياف على المستوى اللي ظهرت فيه. أنا غلبتها هني ذاك اليوم واجد زينة. بس ترى حتى لو بنقول أرياف ممكن جدا. الخيل الجديدة بتخربط هالشوط؟ ممكن إيه. وارد هالشيء بقوة بعد. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع أرياف سلالة كودياك على صدارة هذا الشوط الفائزة في آخر مشاركاتها في نفس هذه المسافة. المركز الثاني هنالك. أريبة أريبة ولا بلني؟ بلني. ليش مو بأريبة أريبة؟ لأن بلني نتائج في بريطانيا واجد أحسن. غالب جروب 2 جاي بليس في جروب 2 سوري كلاس 2 ف زين عنده مستوى الحصان فتوقعي اي شيء يعني. وقريبه قريبه للمالك حسن العجمي، لكن انا ما ابغي اسال عنه الحين لان عندي سؤال غير. شنو ترد يا يوسف طاهر على الناس اللي يقولون ان يوسف طاهر حتى الان ما حقق نتائج حق حسن العجمي؟ تونا احنا مبدئين يعني شلون خلي جديده وان شاء الله بتبين يعني. هاي سؤالهم مردود عليه إن شاء الله مع الأيام الجاية. إيش كثر نعطيك وقت؟ ما تعطيني، هاي على جاهزية الخيل إن شاء الله بتجهز غير بتبين. في خيل بعد وياي ما قدمتها. يعني في خيل لازالت بعد ما قدمت وياي معانا. مثل من؟ ما أقول لك أمثال، بس أنت بحثي بتشوفي. يعني أنا أشوف إن الأغلب أدى. لا لا عطلتان في خيل للحين مركبت. أنت ما تحكمين على حصان الحصانين. احنا قدمنا في استكمال، قدمنا في اركي، والخيل ركضت في الجديده ثلاثه اول مركض لها. يعني انت ما تحسبيني من اول مركض، حسبيني فيما بعد. لكن قبل لا ينطلق الشوط قالوا لنا ان قريبه قريبه سكراج. انسحاب أريبا أريبا من هذا الشوط، انطلاقة أربعة من الجياد المستوردة ثيربريد لعمر الثلاث سنوات فقط، بانطلاقة المرشحة الأولى أرياف مع الفارس لينيومان، بينما يلحق به ثانيا بيلني مع الفارس إبراهيم نادر الذي يشارك أول مشاركات. المرشح الثاني تينار في المركز الثالث وديليجنديب في المركز الرابع. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع أرياف سلالة كودياك على صدارة هذا الشوط الفائزة في آخر مشاركاتها في نفس هذه المسافة. المركز الثاني هنالك انطلاقة بيلني مع الفارس إبراهيم نادر وتدريب الخاطري، وهنالك أيضا محاولات من قبل تينار مع الفارس بادي ماثر وديليجنديب في المركز الرابع. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع أرياف لينيومان على صدارة هذا الشو تينار في المركز الثاني، وهنالك أيضا محاولات من قبل بيلني وديليجنديب، لكن المرشحة الأولى أرياف تطير إلى ثاني أشواط الأمسية بكل سهولة وريحية وبقيادة موفقة من الفارس لينيومان وبإشراف المدرب محمد سعيد. إذن أرياف هي بطلة الشوط الثاني تينار في المركز الثاني. ما يصح إلا الصحيح 100% صح؟ 100% وكان فوز أرياف صحيح. هي صاحبة الخبرة وفرس فت يعني جاهزة،
وعندها خبرة صارت. وإحنا افترضنا إنه بينافسها بلني، لكن يعني ما عطانا أي مؤشر إيجابي في هالريس. بس على قولتكم أول سباق وما نبغي نحكم عليه من الحين. وافترضنا بعد يمكن ينافسها قريبة قريبة، لكنه انسحب في الأخير. والله زعلان يا هدى، أنا مش هطلنا راح. إيش صار هناك واستبعد؟ يعني استاف مال النادي يكون موجود، يعني هذه أبسط شيء يوفرونه لنا. إنه يعني إنه يكون في استاف لما تطيح الحظ هاي لازم تداركونه. يقول لك رحت الاستيوار، يقول لك أنت لازم تسوي تك على أساس إن الحصان يطيح حذوته. كان الحصان أول مرة ما يطيح حذوته، أنا ما أدري إن الحصان بيطيح حذوته ولا ما تطيح، بس لو طاحت حذوه لو بدلونها يعني أنتوا تأخذون شارج. يعني حرام حصاني السكرج بسبب حذوه طاحت. ما يصير، يعني تعبنا، إحنا قاعدين نتعب يا الحصان تقريبا على يعني فوق 3 شهور. راح في 5 دقائق وياين عندنا امل عليه يعني. وبعد حمته بيصير في له شوط. هاي هو السؤال. هذه هو السؤال. بس عن تينار ما عندنا سؤال، كان مرشح ثاني ووصل ثاني. اتولد وين هذا وين في ليه؟ لا بس مرشح صار. اسمع يا احمد مكي. اسمع يوسف طاهر كريان بيكون هو الأفضل. بس أنا عندي غير كريان. إيه هو مرشح أول، لكن سؤالي ما بيكون عنه في هالشوط. هل هو ذي اليوم اللي بتشوف فيك حيلان ومزرير يفوز على البقية في الشوط ولا لا؟ بينهم الشوط. هو يفوز؟ لا 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 لا. ديروف اند ريسينج أيها المتابعون الكرام، انطلق الشوط الثالث على كاس بوطيس الهجري، الشوط المخصص للخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو، بانطلاقة 8 من الجياد العربية من مسافة 1200 متر بانطلاقة روزي جيسب، هي التي تتصدر السباق مع حيلان مزرير 1766، يلحق به ثانيا المرشح الأول كريان 1706 مع الفارس عبد الله فيصل بشعار فيكتوريوس، والمركز الثالث هنالك 3 جياد، الجلابي 1656 وبجانبه الصقلاوي 1757 وهنالك طويسان 1762. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع روجي جيسف، حيلان مزرير الحائز على المركز الثاني في آخر مشاركاته في مسافة 1000 متر، بينما هنالك انطلاقة كريان 1706 مع الفارس عبد الله فيصل ومحاولات أيضا من قبل الصقلاوي 1757 مع الفارس لينيومان. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع حيلان مزرير 1766 مع الفارسة روزي جيسة، محاولات أيضا من قبل كريان 1706 مع الفارس عبد الله فيصل، ومن جانب السياج هنالك انطلاقة أم صنان وأيضا الصقلاوي. لا تزال الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع حيلان مزرير، بينما انطلق كريان 1706 لينتزع صدارة الشو الثالث للجياد العربية الأصيلة على كاس بوطيس الهجري المركز الثاني. أنا مرشحنا يغلب يعني أسهل من شيء. بس هو شنو؟ very strong challenge. فرق الوزن. يعني اليوم حصاني شارته بوي. أهم يكون. فرق. من منافسة جدا قوية. إيه، وعشان كذي ما ذكرنا قبل السباق غيرك حيلان ومزرير وكريان، لأن اللي شفناه من البقية ما يقول إنهم بينافسونهم في هالسباق. جلابي شب داخل ستاركنج وجعل روزي وضرب يدي روزي. اي والله في الستاركنج مسكينه تألمت علشان كذي ما فوزت. اي والله ايدها مسكينه زين قدرت يعني قدرت تسابق. وحين هي متعوره؟ اي متعوره، يدها متعوره. يعني ترى كان ممكن انك حيلان زرير يفوز إذا كان صج هاي السبب. Is she okay? Yeah, the horse in the next stall put his leg over and hit the hand. Oh, and how she continued the race. أقدر أقول إن لما تعورت كانك حيلان مزرير مفوز ولا ما أقدر؟ لا
بيبين ريس ثاني. قبل الريس ما نقدر نقول. والله أنا الصراحة أبي أقول إنه كان يقدر. بس اليوم الحصان ما مشى في خط سيدة، قام يميل على داخل وبرا، فمن كذي واجه صعوبة في الفوز. بعد صح، بس اللي إحنا استغربنا منه شو معنى هالأسبوع ما قلت حق يوسف طاهر خل أنس يركبه؟ ها؟ لأن صراحة كنت أنا فرق. تعرف متى أحلى شوط شفته حق محايدة وما نعاد بالنسبة لي؟ أول سنة لي سيزن 1 انزين كان أهل الخيل، كان ختام الموسم أي أمفوز، هذه كان أحلى فوز لها. وعقبها ما أدري، ما أقدر أقول إنها بتفوز، وفي هالشوط ممكن نقول يعود. رغم الوزن 62 كيلو ولكن أرشح يعود، يعني ما في عندي غير يعود. قلت لكم ما حد بيرشح محايدة في الشوط، بس مشكلة إنه ما نحصل لها شوط الفرس، يعني ما تي والداخل يعني صعب، أنا ما عندي إلا إنتاج راس واحد فرس أهودا، فأختار لها الشوط المناسب. يعني شوفي هاي الفرس يعني الحمد لله يعني قاعدة تقدم مع شوط خيل أقوى منها بعد ومشاركة، فما في ما عندي إلا فرس واحد إنتاج يعني، والإنتاج قليل. وعجبني البرنامج مالك الأمسي اللي عن الأوكس وايزي. شنو رأيك فيه؟ لا صح، مالك واحد داخل أربعة روس، يعني وين المنتجين؟ فبرنامج حلو صراحة. شكرا. وإحنا ودنا بعد نحصل إنتاج على شاقل ومشارك. يقولون الحين سمو الشيخ ناصر بيدخل في عالم الإنتاج. نعم نعم، ياي ياي أبو حمد علمنا أن ما نأيس، لازم طالع قدام ما طالع ورا. أنا جاتني مطبات الحين مثل اليوم، والله أنا هدى مضايق بس هلا أقول والله صراحة أبو حامد علمني كلنا. ولا تستعيلون على هالموضوع، تكملته عقب السباقات اليوم، وحتى عقب هالكلام عن محايدة إذا في أحد بيذكرها بيقول بين شموخ ومحايدة ويعود، طبعاً يعود الترشيح الأول إلى. روفا ريسينج أيها المتابعون الكرام، أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الرابع من مسافة 1200 متر هانديكاب من 0 إلى 45 بانطلاقة 7 من الجهات بانطلاقة ناردين، هو الذي يقود الشوط مع الفارس إبراهيم نادر عباس إبراهيم عفوا. هنا المركز الثاني، تغيرت الصدارة الآن لمصلحة شموخ مع الفارس بردول خطوة بخطوة مع ناردين عباس إبراهيم. المركز الثالث هنالك تتواجد بلو أنجل مع الفارس عبد الرحيم جاسم ويعود في المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنالك محايدة لا تزال الصدارة، والمركز الأول مع شموخ الفائزة في آخر مشاركاتها في نفس هذه المسافة مع الفارس بريدو. المركز الثاني هنالك ناردين مع عباس إبراهيم، والمركز الثالث يعود مع الفارس أندرو إليد. هنالك أيضا محاولات من قبل نو ديز أز جود أز وينج مع حسن الموادي، ومحاولات أيضا من بلو أنجل مع الفارس عبد الرحيم جاسم، لا تزال الصدارة والمركز الأول مع شموخ بريدول على صدارة هذا الشو، بينما انطلقت هنالك نو ديز أز جود أز وينج مع الفارس حسن الموالي، وانطلاقتي هنالك محايدة مع الفارس عبد الله فيصل. إذا محايدة هي بطلة الشوط الرابع. المركز الثاني هنالك نو ديز أز جود أز وينج، المركز الثالث. إن تفوز بهالأريحية شوي ما حد كان متوقع. عجبتني في محايدة الصراحة، توني عاد انا اقول لك كان احلى شوط مال قبل سنتين. هاي بس استجابت. اه شفت استانست يعني، لان انا احب المحايده. ما نحصل لها شوط مثل ما قلت لك، يعني احصل لها شوط. صراحه كانت جسمها كلش حلو، يعني في احسن حاله شفناها في ساحه العرض. لا فارس طبعا هي لها 6 سنوات عندنا، اخذناها من عند فوزي صغيره، والحمد لله ولا زالت تعطي، واحنا محافظين عليها يعني اللي وياها وين هي يعني ما زالت تعطي، وشفتي مستواها اختارت لها شوط مناسب وغلبت لها. بس شموخ ويعود يعني ما توقعنا منهم هاي الأداء قبل السباق،
Nobody, huh? Did anybody report in this race the winner? Nobody knows which one will win. Yeah, I know. They didn't give opinion. But you thought Wilaya. She ran very good. We thought Shamukh. ما عليه، الجواب مقبول على الأقل، ما قال بعد بسبة الريت. طبعا الشوط للجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات، يعني أتوقع المستوى ثابت ومتقارب، ونفس الوقت نشوف لايك دالوك هو يمتلك الحظوظ الأقوى. طبعا لايك دالوك وهو مرشح أول، ورومان دريفر مرشح ثاني لكن تم سحبه من قبل الطبيب البيطري، وفايف إنجلز مرشح ثالث بس معاهم لايت إنجل للعفو ريسينج وأول مرة يشارك. يمكن يسوي منافسة بخصوص الميزان، قدم في المضامير الأوروبية عنده مستوى طيب، بس ما تدري هنا في البحرين في المضمار البحريني، بس الأثبت لايك دالوك. طبعا لايك دالوك هو الحصان المميز في هذا الشوط، لمشاركاته السابقة ونتائجه السابقة، بناء عليه المفروض أن الواقع يطرح نفسه. زين قول لي عن لايك دالوك. وش في بعد لايك دالوك؟ بس مرشح الحصان بيسبق إن شاء الله. لا هو غير عن الناس، يعني ليش أشواط ناس في مستوى ما يأدي مسكين. إن لايك دالوك خاض في أشواط أصعب وأقوى وجاء في المراكز المتقدمة. عيل منطقيا نقول يفترض لايك دالوك، صح؟ ما يخسر مسكين، لا هو يس، he's on money all the time. That's all you need. He's a baby on this. That's all you need. Yeah. It's not easy to win, you know. It's not easy. It's very difficult. Everybody want to win, as you know. It's not easy. People, they watch TV, they think it's a piece of cake. It's not. It's very hard. Abdullah Faisal يقول بيتصرف مع لايك دالوك. بنشوف التصرف شلون. لروف آن ريسينج انطلق الشوط الخامس على كاس لكزس من مسافة 1200 متر بانطلاقة 12 من الجيادة المستوردة ثيربريد بانطلاقة بارتل هول، هي التي تتصدر السباق مع المتمرن إبراهيم نادر، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل توركيت مع الفارس علي سمير. بارتل هول في المركز الثاني، لايت أنجل في المركز الثالث، والمركز الرابع يتواجد المرشح الأول لايك ديلوك، والمرشح الثاني فايف أنجل في المركز الخامس، روك ويف ياتينا سادسا، موزيل في المركز السابع، والمركز الثامن داركاج، كول مي جرومبي في المركز التاسع، والمركز الحادي عشر هنالك التشريق، ولا تزال الصدارة والمركز الأول. نعود إلى المركز الأول، هنالك توركيت على صدارة هذا الشوط، إنما المركز الثاني هنالك انطلاقة لايت أنجل مع الفارس لينيومان الذي يشارك أول مشاركاته في مملكة البحرين، ومحاولات أيضا من قبل لايك ديلوك مع الفارس عبد الله فيصل، وفايف أنجل مع أنس الشيابي. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع لايت أنجل لينيومان على صدارة هذا الشوط، محاولات أيضا من قبل لايك ديلوك مع الفارس عبد الله فيصل، وفايف أنجل مع أنس الشيابي، لكن لايت أنجل في أول مشاركته في مملكة البحرين ينتزع خامس أشواط الأمسية على كأس اللكسس. المركز الثاني لايك ديلوك، فايف أنجل في المركز. ما شاء الله أول ظهور للجواد لايت أنجل، وفوز جدا سهل يعني. لايت أنجل مساعة قاعد أقول لهم أنا أقدس الخيل اللي تفوز من أول مرة، يعني أحطها في الليست من ضمن الخيل المقدسة بالنسبة لي، صح؟ كلام سليمي، لأن حصان يعني أول مرة على هالمضمار، أول مرة على هالأجواء، فالحمد لله أنه يظهر بهالصورة. هو أوريدي كان كتصنيف على التصنيف. Yes. على تصنيف صح، بس بعد يظل عامل الخبره وعامل مكان جديد. لايك دالوك غير محظوظ هالحصان صراحه، بس قبل الشوط الكل توقعاته من ناحيه هالحصان. هو الحصان صعب يعني، وجابر يعرف هالشيء. إيه؟ يعني هو الحصان لو ما كان فيها العادات كان باع بواجد سعر غالي في المزاد، وجابر يدري يعني، فجابر اخذ الريسك وشراب هالسبب. حصان عنيد، حصان ما يحب يتمرن،
وهم في السباق، يعني يوم اللي هو مصنف يقدم سباق. يمكن لازم يردون يحطونه مع أحمد مكي. فوز هو مع أحمد مكي وخلاص. صح كلام، بس أحمد مكي فاز عليه في شوط المبتدئات. واليوم الحصان ركض ويا حصان ريت أعلى من دايك دلوك. بس يعني ركضته يعني نقول نوعا ما زينة. وزن فرق بينه الحصان اللي غلب ولا يقدر يوقف 8 كيلو. طبعا ما له دخل الحين عن فوز احمد مالي. مكي لا انت يعني. تقولين يعني لو على احمد مكي يعني ما بيفرق شيء. ما بيفرق شيء احمد. هو في النهايه هاي مخ الحصان كذي، يعني يا ان تخلين احمد مكي او ان تودين الطب النفسي، يعني شغله من شغلته. لا ما يفرق. بالعكس انا ترى ولي عبد الله ركبه زين وقابلين بالنتيجه. شوف احمد مكي انا حاولت لك بس ما في مجال. وين هو؟ حاجه كاميرا. كاميرا هناك الحين، وهاي شنو هاي المسألة الحين؟ انا قاعد اطالع فيهم مسألة الحين. هاي كاميرتك اللي يطلع فيها وجهك، هاي اللي يطلع فيها وجهك. ايه طلع راديو يعني. اسمع يا احمد مكي. اسمع. اسمع واتطعد. انا خوفي نفس اللي قلت في احسن منها. ايه كنا صدق. قلت ليش من قبل النحر؟ طبعا الشوط مكرر نقدر نقول، خصوصا انه هو شوط هانديكاب من 0 إلى 35، وواردات استطاعت تغلب على نفس المجموعه. اليوم ممكن نشوف سيناريو يتكرر. واردات سيد فرس يعني، والافرس غدارين احنا نقول البحرين، فما تدري هل تكرر نفس السيناريو او لا. صح يمكن ما يتكرر، خصوصا ان عنتر هالمره معاهم وهو صاحب اعلى تصنيف ب 35 مع الفارس المتمرن ابراهيم نادر، و13 اخرين بعد انسحاب جدلان. والله انا اتوقع المزاج عنده، بس يعتمد، نكرر الكلمه، يعتمد على انه اليوم في وضعه الطبيعي، وكان مستواه اذا كان مستواه اذا ركض طبعا هو الافضل في الشوط. صج عدد الخيل وايد في هالشوط، بس بنذكر من يعني، وأصلاً ما أدري ليش الجمهور عندهم ثقة في عنتر اليوم. متابعون الكرام والسيدات والسادة، انطلق شوط السادس على كاس نادي الملكي للجول في مشاركة 13 من الجهاد اللوكال انتاج محلي هانديكاب من 0 إلى 35، انطلاق موفق لعدد 13 من الجهاد بانطلاقة واردات هي التي تتصدر السباق من البداية مع الفارس أندرو إليد الفائز في آخر مشاركاته في نفس هذه المسافة، يلحق به ثانيا وشاح مع الفارس حسن الصفا، بينما المركز الثالث هنالك مدار مع الفارس بريدو، ونتغيرت الصدارة لمصلحة مدار بريدو على صدارة هذا الشو، وشاح يلحق به ثانيا، بينما واردات في المركز الثالث والمركز الرابع هنالك ترفة مع الفارس جونيغن، والمركز الخامس هنالك أيضا مقصورة مع الفارس حسين مكي، لا تزال الصدارة والمركز الأول مع بريدو المدار على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني وشاح هنالك مع حسن الصفار بالشعار الأخضر والأسود، والمركز الثالث هنالك تتواجد بمحادات السياج واردات، وبينما ترفى في المركز الرابع والمركز الخامس هنالك الرماية مع دينيو مان، لا تزال الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع مدار سلالة أنبلس وحشارة على المركز الأول، محاولات أيضا من قبل واردات مع الفارس أندرو إديد، هنالك أيضا محاولات من قبل عنتر مع الفارس إبراهيم نادر، إذا لا تزال الصدارة مع مدار بريدول، هنالك محاولات أيضا من قبل واردات من وسط الجياد، وهنالك أيضا عنتر مع الفارس إبراهيم نادر الذي بدأ في الانطلاق والاندفاع لمصلحة هيثم صلاح عبد اللطيف وعبد الله كويتي. إذن عنتر هو بطل الشوط السادس على كأس نادي الملكي للكون بكل سهولة وريحية. إذن عنتر المركز الثاني، هنالك مدار واردات في المركز الثالث، وأيضا سعيدة في المركز. أوكي. أنا ها ولا أنت؟ ليش يغلب؟ ها؟ مشتاق لي وايد. إذا الوقت ما شاء الله وايد حلو عنتر ترى. لونه جميل. اسود لا على عنتر. ابراهيم نادر كل يوم كل سباق قاعد يركبه يثبت انه قاعد يسمع كلام المدربين، قاعد يثبت انه هو قد المسؤوليه اللي قاعد يحصلها. الفارس ابراهيم نادر
اللي حبيت أبارك له هذا الفوز. طبعاً قاعد يقدم مستويات مميزة كفارس متمرن، بس بصراحة قاعد ينافس أفضل الجوكية الموجودين هنا كمحترفين وبحرينيين. إبراهيم طبعاً إحنا أحسن متمرن عندنا بحرين، كلش فوق. خلاص إحنا صار إبراهيم نادر أحسن متمرن عندنا. وبس بعد ما كان ودي أتكلم عن الباقين، بس تعرفون كل مرة أحب أحط دوبي ودوب لسعيدة، وهالمرة جات مركز رابع وأخيراً شفناها تسابق. أعتقد الفرس بترجع بمستوى أفضل، وهي مستواها وايد زين، بس قلت لك عندها مشكلة. أتمنى يكون طاقم الاسطبل قدروا يتغلبون على هذه المشكلة، راح تقدم مستويات أفضل إن شاء الله. ما شاء الله اليوم اف اف، ويعني خالد الخاطري اليوم رات عندهم وايد مرتبين حلوين. احس واحد منهم والله هاي زين اكتيفيشن انكلينيشن. ترشح انكلينيشن زين. اوكي نرشح انكلينيشن. وانكلينيشن مو مرشحه اولى وبس، انكلينيشن حامله لقب هالشوط موسمين ورا بعض، ومعاها ثلاثة أفرس للخاطري وغير الخاطري، رمز البقلاوة مع بونت فيرت والكويتي مع فورورد ثينكر. ما تحس إن خالد هلال يمكن يسيطر على هالشوط بالخيل اللي موجودة معه؟ هلال عنده بنت سوغان زينة، في مفاجأة من بنت سوغان إن شاء الله. مفاجأة نريت 82 توقع هي. اي بس انا برشح جنسو السنه، ما قدم جنسو ما اعتقد، يمكن الافرس الجداد يمكن، بس الافضليه تكون لإكلينيشن. شنو اللي بيفرق بينه وبين إكلينيشن اليوم؟ اذا يعني خليت البقيه، خليت بن صوغان وخليت الجداد اللي موجودين بين جنسو وبين إكلينيشن. العام جنسو غلبت إكلينيشن، بس كان فرق الوزن ما اتذكر 6-7 كيلو، بس اليوم كيلو وين؟ كانت المسافة 1600 صح؟ يوم كيلو وين يعني؟ فهي غالبة هالكاس سنتين على راس إنكلينيشن، إن شاء الله اليوم الثالثة هاتريك أعتقد. إحساسك أنت شو يقول؟ أنا قلت لك إحساسي بتسويها الثالثة، وإذا طلع إحساسي صح وإحساسي غلط بلبس الهود عنكم. ريسينج انطلاقة غير موفقة لجينسو من البداية، بينما انطلاقة سريعة لكوست لاين هي التي تتصدر السباق من البداية بانطلاقة 6 من الأفرس لا غير، بينما تغيرت الصدارة الآن لمصلحة المرشحة الأولى إنكلينيشن بشعار العفو ريسينج الذي يبحثون عن ثالث انتصاراتهم في هذه الأمسية. المركز الثاني هنالك كوست لاين مع الفارس حسن الصفار، والمركز الثالث هنالك أيضا تتواجد بونت فيرت مع الفارس جون إيغن، بينما المركز الرابع هنالك أيضا تتواجد بن صوغان مع الفارس عبد الله فيصل، وبجانبها أيضا فورورد ثينكر بمحاذاة السيات مع بريدو بالكاب الأبيض. بينما حتى الآن التأخر لجنسو في هذا السباق. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع إنكلينيشن الفائزة بهذا السباق في العام الماضي. المركز الثاني كوست لاين سلالة كيب كروس على المركز الثاني، والمركز الثالث تتواجد بونت فيرت مع جون إيغن، بينما المركز الرابع بن صوغان مع الفارس عبد الله فيصل فورورد ثينكر في المركز الخامس، والمركز السادس جينسو. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع إنكلينيشن، لا تزال الصدارة والمركز الأول مع إنكلينيشن. لينيو مان على صدارة هذا الشو بشعار العفو ريسينج ستيبل، بينما انطلقت هنالك بونت فيرت مع الفارس جون إيغن، وأيضا هنالك انطلاقة بن صوغان مع الفارس عبد الله فيصل، لكن الصدارة لا تزال حتى الآن مع إنكلينيشن. سلالة أكليميشن على صدارة هذا الشو، محاولات من قبل بون فيرت وبن صوغان، لكن المرشحة الأولى إنكلينيشن تطير إلى سابع أشواط الأمسية بكل سهولة وريحية، ها هي وبفارق بعيد عن باقي المشاركين. إذن إنكلينيشن هي بطلة الأفرس. المركز الثاني هنالك أيضا بون فيرت، والمركز الثالث بن صوغان، المركز الرابع في فائزة في هذا الشوط سابقا، وهي فرص طيبة تنافس جياد أكبر من ذيل الجياد،
فانتصارها يعني مو غريب علينا. صح الفوز مو غريب علينا، بس هالأداء اليوم 58 والخيل شوي أضعف الشوط شوي، كانت مرشحة الأولى قدرت تغلب. اليوم يوم اسطب الإبراهيم العفو الفارس لنيومان. ثلاثة أشواط مضت لكن مو الشوط الأخيري. لحظة، لحين ما خلصنا هالشوط، لأن كنا متوقعين منافسة من جيمسو، بس قوامتها من البوكسات ضربت في البوكس، لاحظها راح يشوفونها أثر عليها أكيد 100%. يعني يمكن، بس بونت فيرت هي اللي جات في المركز الثاني. بونت فيرز يعني كان أداها هالموسم كلش ضعيف، اليوم حققت مركز ثاني، بس انجليشن يعني بفارق بعيد عن بقية الجياد، يعني المركز الثاني والثالث والرابع الخيل كلها واقفة. تكلمت كل الناس تكلموا في الموضوع، ما يلغي كون القصد. ما بنقول من 0 ل 80 صعب الترشيح. اليوم بيصير الشوط تقريبا بين حصانين، سترينج تشالنج بيكون الافضليه له في هاي الشوط، وراح يكون خطير عليه امبرسست. وأنا صدق أول مرة أسمع من الجمهور في أشواط الهانديكاب إن راح تنحصر المنافسة، بس بعد بنشوف الأسماء، وترى بنس فيرس ما راح يشارك في هالشوط. شوف، في اللي بيقول لك إنزين إن إمبرسست إنزين ممكن يكون تعبان من الأسبوع اللي طاف، بس أنا بقول لك بالعكس، يمكن يكون يعني يمكن العكس أجهز. يكون العكس صح كلام، هو واحد بالفنتين، يا أما يركض أحسن يا أما وأنا أنا خوف نفس اللي قلت. لا تنسى هذا كان بطل ومستواه له دروب داون. نقول غير أحد مثلاً أرتشيك سترونج تشالنج صار، هذا قلت عن سترونج تشالنج هذا زين. يه 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 مرة ثانية سترونج تشالنج وأحمد مكي. أحمد مكي وبرنتس 3000 كيلو بيكون عنده جود شانس بمسافته بعد غالب الألف أربعة ومحل هو بيكون زين ترى. سترونج تشالنج هو المرشح الأبرز للشوط، بس القيد ماله برع برع، هذا ياخذ عليه سكن، يا تمشي من وقت تروح تاخذ تضيع لك وقت ومجهود، أو تنتظر بعدين ما تحصل القلب عشان داخل داخل شوي شوي. بنشوف أحمد مايكي شو يسوي وياه. يعني إحنا نقول الشوط بين سترونج تشالنج وإمبرسست، يعني هذا اللي ظهروا، وخصوصا في التصنيف صفر إلى إلى 80، فأعتقد هذا إن شاء الله سي في أحسن منه. فان ريسينج أيها المتابعون الكرام، انطلق الشوط الرئيسي والختامي على كاس لكزس من مسافة 1400 متر هانديكاب من 0 إلى 80 بمشاركة 13 من الجهات بعد انسحاب فينيس فير وبون توبو من هذا السباق. انطلاق موفق لنبراس باونتي هو الذي يقود الشوط من البداية، مع الفارس حسن الصفار يلحق به ثانيا برينس بونير بمحادثة السياج مع أنس السيابي، جولد سبينر في المركز الثالث والمركز الرابع هنالك بيك تايم، أرتشيك في المركز الخامس والمركز السادس جيت واي، والمركز السابع هنالك ايضا يتواجد سترونج تشالنج مع الفارس احمد مكي. نعود الى الصداره والمركز الاول مع النبراس باوندي حسن الصفار من يقود هذا الشو. المركز الثاني هنالك انطلاقه جولد سبينر مع الفارس لي نيومان الذي يبحث عن السوبر هاتريك في هذه الامسيه. المركز الثالث هنالك يتواجد برنس بونير بالكاب الاسود بشعار العفو ريسينج، وهنالك ايضا محاولات من قبل ارتشيك مع الفارس ابراهيم نادر. لا تزال الصداره والمركز الاول مع براس باونتي حسن الصفار على صدارة هذا الشو، بينما انطلق جولد سبينر مع الفارس لينيومان ومحاولات ايضا من قبل سترونج تشالنج مع الفارس احمد مكي. اذا براس حتى الان هو الذي يقود الشو، محاولات ايضا من قبل جولد سبينر، ومن وسط الجيال هنالك انطلاقة ارتشيك مع الفارس ابراهيم نادر. فعلا ايها المتابعون الكرام، براس باونتي الى ثامن اشواط الامسيه مع حسن الصفار. اذا براس باونتي يهدي المدرب جعفر مرزوق اول انتصاراته في هذا الموسم.
احلى يوم اليوم. انتصار اول للمدرب جعفر مرزوق. نعم مبروك جعفر مرزوق، اول انتصار لجعفر مرزوق. بعد قلت ليش مبالي النحر يوم؟ ما قلت ليش؟ لانه غيرت المسافه. لا ما غيرت، الحصان ده يطلع قدام، يمشي قدام بس خلاص. اخر مره نبروس راح اي مسافه؟ 1200. هالمرة ألف واحد إيه؟ بس يمشي قدام. أوكي سيم سيم، يحب يمشي قدام خلاص. ما حد يقدر صابر. ها وليها صابر شوي. آه أنا مستانسة صراحة. وليها صابر مشكورك. يعني اليوم شوي هاللون ملل ولا شوط مو بذاك الزود، بس يعني جعفر مرزوق ابهجنا اليوم. مفاجأة صراحة، لأن الحصان ركض سباقين ما قدم مستوى اللي كان طلع في العام، بس ما شاء الله اليوم أثبت أنه هو هاي مسافته. دات لاحظين الحصان يوم العام يوم يركض الديرجوكي من الإمارات ما شبه قدام، الحصان فاز. وهالمرة لا تنسى أنه الحصان خد الكوع. كل مرة يركض في السيدة، هو في السيدة ما يركض، ما يعدي سباق سين يبقى الكوع. اوكي يعني هاي سبوع على سبوع، ودا تلاحظين دا سبوع على سبوع يركض يادي سباق احسن. صح يكون يكون أجهز احسن شوي. اجهز يكون احمد مكي يعني بعد ريس هذا. هذا الشيء الغريب، يمكن الجهوزيه في بدايه الاسابيع اللي خلى سترونج تشالنج يفوز في الشوط واختفى اليوم، برغم انه كان هو المرشح الأقوى أنه يفوز بالشوط. أعتقد اللي هو سرعة الشوط أدت إلى اختفاء اللي هو الجياد اللي بأوزان اللي هو كما ذكرنا الأوزان العالية. اليوم لو لاحظنا اللي هو نبراس ماونتي على ما أعتقد 57 كيلو ونص، وكان اللي هو وزن مثالي إلى هذا الجواد. وأبدأ أعتقد جعفر فيها حربيات بيكون جعفر هدى. Last week, very good. I was really was watching you. So I'm crazy because he could understand you. Speech. Which speech? About the Derby and the Ox. Derby was very good actually. من عقب موضوع الداربي والأوكس الأسبوع اللي طاف وصلتني وايد آراء. وإحنا ناقشنا فيه تقريباً ثلاث نقاط. الأول، هل ممكن يكون إنتاج محلي العمر 3 سنوات؟ الثاني، يمكن أفضل يكون مستورد؟ والثالث، شنو لازم يكون الحل أو القرار؟ ومسقط رأس هالمواضيع هو اللي رجع كل من سألته السؤال، ليش الداربي والأوكس هالسنة في نفس اليوم مو نفس باقي السنوات؟ بس شو اللي يمنع؟ وهاي اللي لازم تقوله. At least there is no right answer for you, but still is trying to get something, you know. لأن إذا عرفنا ليش بنعرف شو نسوي في القادم من سنوات، وهل الحل يكون مستورد ولا إنتاج 3 سنوات؟ لازم عندنا نجاوب. خلاص. من جابه؟ من جابه؟ كل الناس تكلموا في الموضوع. مو كفاية؟ لا مو كفاية أكيد. هاي السؤال لازم توجهينا حق الإدارة. هم أصحاب الرأي الفني. كنادي أعطينا الفرصة لكل المضمرين يجتمعون مع فل ويقولون أراءهم. وياهم في شهر 4 عدد بسيط وما قالوا أراء كافية. فالقرار صدر قرار مشترك من إدارة النادي وشافوا إن أنسب إن يكونون فيهم. الأوكس وداربي في جميع أنحاء العالم يكونون في ويكند. طبعاً في نفس اليوم لأن أنا العام أول العام فاستقبلت. بالعكس ما في يعني قرار محسوم، احنا نتمنى مشاركة المضمرين، لكن احيانا نفتح المجال لهم وما نحصل التفاعل اللي احنا متوقعينه. كلنا بعدين بينت النتائج عكس اللي كنا متوقعين.
فهمت قصدي؟ يمكن كنا نتوقع ان الناس بيكون بيقدرون يقسمون خيلهم بين هني وهني، صار عكس اللي توقعنا. ليش لا؟ خلي يقدمون مقترح واحنا مستعد نعد يعني نعيد دراسه يعني. صح. هو حتى لو مثلا صار قرار وما صار في اعتراض ما يلغي كون القرار صحيح او خطا. انا اتمنى تواجدهم لما فيل يكون موجود ويناقش الكالندر معاهم يقولون ارائهم، يعني من حقهم هم يقولون ارائهم، بس اذا احنا نسمح لهم وما يجون هذه قصورا منهم. يمكن ان احد يفرض رايه في شغله في ذاك الوقت it was a good idea وبعدين صارت ما تناسب يعني. بس مثل ما في بعض الملاحظات اللي صارت الاسبوع الماضي ان في ناس الحين خيلها زادت وانتاجها ازيد، فمو بشرط ان السنه القادمه يكون بنفس الطريقه، ممكن السنه القادمه تكون في خيل اكثر، وهذه دعم للانتاج المحلي، يعني توجه النادي اكيد انه يصير في جزء للانتاج، يعني ما يصير التركيز كله يكون على الـ على الـ على المستورد. عرفتوا الحين جواب السؤال؟ كل اللي عرفناه ان هذا المقترح تم طرحه العام وما كان عليه اي اعتراض، وفعلا ترى هذا اللي صار لان انا كنت موجوده في الاجتماع العام. ما حد جاوبنا من النادي ليش الديربي والاوكس في نفس اليوم؟ تبي ناخذ الجواب من فل لما يرجع؟ انا اللي سوي البرنامج، فيل سميث ومنصور اظن، طبعا براسه الشيخ سلمان بالراشد، كلها بموافقه الشيخ سلمان. هل عشان عدد الخيل؟ علشان يعني شنو اللي هو شافه علشان خلى الداربي والأوكس في نفس اليوم؟ أنا هاي الجواب اللي أنا أبيه. صح سؤالي؟ لا أنا يعني قاعد أقول لك إن هاي هو السؤال اللي إحنا نبي الجواب عليه، عرفت؟ لأن إن إحنا نقول إن مثلاً إن هاي إن ما حد اعترض أوكي هذه كلام صحيح 100%، بس بعد في نفس الوقت إحنا نحتاج جواب إن شنو هو الرأي الفني في الموضوع، إن ليش هسه نصر في ال في يوم واحد. صح؟ وللمرة المليون بقول أي طرح أبد مو معناته إن في طرف ظالم أو مظلوم. القصة باختصار مثل ما قلت لكم مرات إن المواضيع بمعايير أصحابها تقاس، والشيخ سلمان فضل إن ناخذ الجواب من فل، ولقائنا في كاس ولي العهد قريب معاه. وعلى هالطاري ما أعرف إذا لاحظتوا اليوم شيء غريب، سمو الشيخ عيسى بن سلمان مو موجود، ما أعرف ليش، بس افتقدنا وجوده وما أدري إذا أقدر أقول إن هذه هدوء العاديات، وما يحتاج أكمل الكلام. وهالجملة أعيدها كل مرة، الأسبوع الجاي بنعرف هل بيبقى العاديات بطل السباقات ولا فيكتوريوس بيعوض خسارة كل اللي طاف. مستحيل هو بورت ليونز، أعتقد أنه رايح يكون صراع مدربين. ثوركل ستار حصان غني عن التعريف، الكل يحبه والكل يتمنى يشوفه، ولكن يعني هذا وقت أعتقد هذا وقت الحصان المستحيل، وقت بورت ليونز. فيكتوريوس الأسبوع الجاي راح يحسم الأشواط كلها. بس أنا كل يوم في قلبي أقول العاديات صعب يستسلمون، فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل.